تستذكر قناة الشرقية في عيد الصحافة العراقية من كل عام شهداءها الأبطال الذين عبدوا بدمائهم الزكية الطاهرة وتضحياتهم طريق الكلمة الحرة في العراق، وقدموا بكل شجاعة أرواحهم على طريق المجد فداء للحقيقة، ليخلدوا أسماءهم في حاضرة الدنيا وآخرة الزمان، متسلحين بحب العراقي وحاملين هم شعبه وتطلعاته. هذه المسيرة الصحفية الخالدة نتابعها في التقرير التالي. هم شهداء بكل ما تحمله الشهادة من معان عظيمة، على نهج الحق أدوا المهمة، وعلى طريق الكلمة الحرة ساروا حتى أفنوا حياتهم من أجل صوت حر وحقيقة حاول القتالة والطغاة إخفاءها في غياهب القتل والفساد. شهداء الشرقية رحلوا عنا لكن ذكراهم خالدة، فقد رسموا بدمائهم الزكية الطاهرة سبيل الحق والحرية، واليوم نستذكر بكل إجلال تضحياتهم الثرة النقية في عيدهم الأغر. أولى الراحلين في موكب شهداء الشرقية الشهيد لقاء عبد الرزاق، ارتقت المذيعة التلفزيونية إلى عليين على يد مسلحين مجهولي الهوية عندما كانت تستقل سيارة أجرة في منطقة الدورة جنوب بغداد بعد قليل من نقلها الحقيقة إلى الشعب يوم 27 من تشرين الأول عام 2004. الطيب النقي أحمد وائل البكري، المخرج الذي قتلوه عمدا ثم قالوا نأسف للقتل الخطأ، سقط برصاص الجنود الأمريكيين حين كان يقود سيارته في شوارع بغداد عائدا إلى منزله وطفليه البريئين. وبعد صلاة الجمعة التي قال فيها الخطباء اتحدوا ضد الموت، ارتقى المراسل التلفزيوني أحمد رشيد شهيدا بعد الصلاة برصاص أطلق عليه في الأعظمية يوم 3 من تشرين الثاني 2006. محمد محمود البهنا حمل على كتفه البصر والبصيرة، هاجمه مسلحون صبيحة 13 من تشرين الثاني عام 2006 أمام منزله في الموصل فسقط شهيدا في الحال. فنان الشعب وليد حسن جعاز وزع الحب بين الناس وبلسم جراحاتهم، كان أعزلا إلا من حب العراق حين تربص به القتلة فغدا شهيدا للحرية. هو ممثل كوميدي ومخرج تلفزيوني، حاول القتلة اختطافه فقاوم ببسالة قبل أن يسقط شهيدا في منطقة اليرموك يوم 20 من تشرين الثاني 2006. أما الأكاديمي الشهيد الدكتور ضياء المقوطر الذي كان أستاذا في كلية الاقتصاد ورئيس جمعية حماية المستهلك العراقي، فقد اغتيل وهو يقود سيارته قرب ساحة عنتر فسقط شهيدا يوم 31 من كانون الثاني 2007. وفي يوم حزن عميق رحلت كوكبة من صحفي الشرقية إلى جوار ربها دفعة واحدة حاملة وسام الشهادة ومجدها الخالد، بعد أن رسمت البسمة والفرح على وجوه عائلات عراقية خلال شهر رمضان الفضيل في منطقة الزنجيلي أثناء تصوير برنامج فطوركم علينا في الموصل بتاريخ 13 من أيلول 2008. فكان أول الشهداء مصور قناة الشرقية إيهاب معد الذي اختطف هو وزميله الشهيدان سائقو مكتب قناة الشرقية في نينا وقيدر سليمان، والمصور أحمد سالم، ومن قبلهم مصعب العزاوي مدير مكتب قناة الشرقية في نينوى. وفي يوم 5 من تشرين الأول عام 2013 طالت أيادي الغدر مصور قناة الشرقية في الموصل محمد غانم ومراسلها محمد كريم برصاصات أطلقت عليهما من الخلف أثناء تصوير تقرير عن عيد الأضحى المبارك. وعلى طريق الحرية نفسه سقط السيف والحسن شهيدين للحق والكلمة الحرة، حيث اغتالت إحدى الميليشيات الغادرة سيف طلال مراسل الشرقية في ديالى ومصوره حسن العنبقي خلال تأديتهما الواجب المهني والوطني يوم 12 من كانون الأول عام 2016. وكان البطل سيف طلال من حملة قلادة الإبداع تقديرا لشجاعته إثر إحباط محاولة اغتيال سابقة.
إذا كان الاستهداف لشخص سيف طلال فهناك العشرات من الصحفيين بأمثال سيف طلال في محافظة ديالى ويستطيعون أن يخدموا أبناء المحافظة. وإذا كان الاستهداف لقناة الشرقية فقناة الشرقية مصنع الأبطال وهي من صنع السيف طلال، وبإمكانها صنع جيل وافي من الصحفيين لنقل الحقيقة ومتابعة المفسدين والمجرمين وكل من تسول له نفسه بإيذاء أبناء الشعب العراقي. في عيد الصحافة العراقية الرحمة والخلود لكل شهداء الصحافة والكلمة الحرة. إلى اللقاء.